لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام بشأن آخر تطورات الحرب والعدوان على غزة، مع ارتكاب الاحتلال مجزرة أو جريمة جديدة في مدرسة التابعين، معنا من غزة عبر سكايب من القدس عفوا الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات. مرحبا بكم أستاذ راسم معنا. لا إله إلا الله. حياكم الله أستاذ راسم. يعني هناك جريمة جديدة إذا ترتكبها قوات الاحتلال ضد النازحين الفلسطينيين بإحدى المدارس التي تؤويهم في غزة. كما تعلمون جل ومعظم من استهدفتهم قوات الاحتلال هم من النساء والأطفال وحتى كبار السن المسنين. لماذا برأيكم يستهدف الاحتلال المدارس كما استهدف من قبل المستشفيات؟ نعم، الاحتلال يحاول تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى تدمير كل مقومات الحياة من مدارس ومشافي ودور تعليم، وبالإضافة إلى حتى دور العبادة والبنى التحتية، في إطار سعي إسرائيلي واضح إلى عمليات تهجير قسري لشعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، ومحاولة الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية لفك العلاقة ما بين هذه البيئة وبين المقاومة الفلسطينية. ولكن الهدف الأخطر هو الهندسة الجغرافية والديموغرافية لفلسطين ولقطاع غزة. الهندسة الديموغرافية بمعنى أن الاحتلال يقول بأن مثل هذه العمليات قد تدفع سكان القطاع وبالتالي تقليل عدد سكان قطاع غزة. والجانب الجغرافي في هذه القضية أن الاحتلال يسعى للسيطرة على مساحته 12% من مساحة قطاع غزة من أجل أن يقيم مناطق ما تسمى جغرافية آمنة لمستوطنات غلاف غزة، ومنع تشكيل المقاومة خطر على تلك المستوطنات في المستقبل. ومن هذا المنطلق نجد أنه لا توجد لا أهداف عسكرية ولا إنجازات لا عسكرية ولا ميدانية ولا نصر ولا صورة نصر. المسألة ثغرية انتقامية الهدف منها تهجير الشعب الفلسطيني وإبادته، بدلالة أن سموتريتش وزير مالية الاحتلال قال لهم من العدل والأخلاق أن يتم إبادة 2 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى الاحتلال. وسبقه وزير متطرف آخر عمحاي إلياهو وقال يجب قصف قطاع غزة بقنبلة نووية. ولذلك هذه سياسة ممنهجة من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومن ظهران الفاشية اليهودية تجاه شعبنا في قطاع غزة. لكن قوات الاحتلال أستاذ راسم يعني زعمت أن هذه المدرسة مدرسة التابعين التي استهدفتها قوات الاحتلال بهذه الجريمة الوحشية أنها كانت تضم بعض أفراد المقاومة. ما تعليقك على هذه المزاعم الصهيونية؟ يا سيدي، في كل مجزرة يرتكبها الاحتلال في خان يونس مدرسة عبد الفتاح الحمود وأيضا الزهراء كانت هناك مجزرة، والتبرير أفراد مقاومة، مجزرة التابعين أفراد مقاومة، وكالة الغوث واللاجئين أفراد مقاومة. هذه أسطوانة ومسلة لم تعد تخيط في هذا الاتجاه. هذا تبريرات جماعية بحق شعبنا، بحق الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق أنا أقول بشكل واضح أن سكوت الرأي العام العالمي والعربي والإسلامي على دولة الاحتلال ومنحها الضوء الأخضر لاستمرار في هذه الجرائم دون فرض أي عقوبات عليها ملزمة تلزمها باحترام قرارات الشرعية الدولية والمؤسسات الدولية. إسرائيل لا تحترم لا محكمة عدل دولية ولا محكمة جنايات دولية ولا جمعية عامة ولا مجلس أمن ولا كل منظمات حقوق الإنسان. حتى المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان يجري استهدافها وقصف مراكزها وقتل موظفيها وأسرهم. هذه إسرائيل دولة فوق القانون بحماية قانونية وسياسية من رأس الإرهاب العالمي والإبادة الجماعية في هذا العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مال وتقدم سلاح وتقدم حماية قانونية وتقدم حماية سياسية سيدي في هذا الاتجاه. أمريكا التي تتحدث عن وقف إطلاق نار وكذلك تخفيض التصعيد هي تقوم بالإفراج عن 3.5 مليار دولار لدعم إسرائيل، تستخدم أحدث طائراتها وسفنها وبوارجها في المنطقة من أجل الدفاع عن دولة الاحتلال. ولذلك نحن نشهد أن هذه الإدارة الأمريكية تكذب كما تتنفس، وبالتالي هي تقول شيء وتمارس شيء آخر في هذا الاتجاه. لولا الدعم الأمريكي المتواصل
والقنابل الثلاثة التي تجري كل قنبلة الفيرطل هي من القنابل الدقيقة التي زودت بها أمريكا دولة الاحتلال. ومن هذا المنطلق نحن نقول بأن أمريكا هي شريك مباشر للاحتلال في العدوان الذي يشن على شعبنا، بل هي من تقود أمنيا وعسكريا هذه الحرب على شعبنا في قطاع غزة. بيانات الاستنكار والإدانة لمذبحة مدرسة التابعين توالت في مستوى أنحاء العالم، ولكن يعني ماذا قدمت لنا كل هذه البيانات، بيانات الإدانة والاستنكار بعد أكثر من 10 شهور على هذه المذابح؟ يا سيدي ليست من 10 شهور، من 76 عاما والشعب الفلسطيني يخضع لهذا الاحتلال ومؤسسات الدولية، جمعية عامة ومجلس أمن ومجلس حقوق إنسان. لدينا 958 قرار، منها 98 قرار صادر عن مجلس الأمن، 96 عن مجلس حقوق الإنسان، 851 صادرة عن الجمعية العامة، لم تتمكن من إزالة طوبة في مستوطنة أو حجر في مستوطنة، ولم تعيد لاجئ فلسطيني واحد في هذا الاتجاه ولذلك من يراهن على المجتمع الدولي؟ هذا المجتمع الدولي يا سيدي يخضع للإرادة الأمريكية والأوروبية الغربية. نعم رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه جالان كيف وجهت الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات لكريم خان وأعضاء المحكمة وقضاة المحكمة، ستبتزهم ماليا وستبتزهم شخصيا في هذا الاتجاه، وقالت بأن هذه المحاكم هي فقط من أجل دول أفريقيا والدول العربية والإسلامية، والرؤساء البلطجية بوصفها مثل الرئيس بوتين، ليس لمحاكمة الأمريكان ولا الأوروبيين ولا أصدقاء أمريكا والمقصود إسرائيل، هي فقط لمن هم عيونهم ليست زرقاء وبشرتهم ليست بيضاء وشعرهم ليس أشقر، أما الجنس البشري الآخر هذه سياسة عنصرية مقيتة. هذا يا سيدي لا يوجد قانون دولي ولا اتفاقيات دولية ولا شرعية دولية، هذه يجري خلقها جهارا ونهارا من قبل دولة الاحتلال، وهناك من يقول لها اخرقوا ونحن نوفر لكم الحماية القانونية والسياسية ونمنع أي قرارات ونفرض عقوبات على أي مؤسسة دولية ستفرض عليكم عقوبات أو تتخذ قرارات بحقكم في هذا الاتجاه. أنا أعطيك مثالا، إلقاء القنابل الأمريكية على ناغازاكي وهيروشيما، عندما اليابان قالت أنها لم تدعو وزير خارجية الاحتلال، الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا تسابقت من أجل مقاطعة هذا الاحتفال. ماذا يدلل ذلك؟ هذا يدلل أن الصهيونية العالمية هي من تتحكم في مفاصل القرار السياسي الأمريكي، بدلالة بايدن يجاهل بصهيونيته، بلينكين يجاهل بيهوديته، جاك سيلفيان وغيرهم من لويد أوستن وغيرهم يقولون نحن صهاينة أكثر من الصهاينة. ولذا تقول لي مؤسسات شرعية دولية وقانون دولي وغيره من هذه الاسطوانات المشروخة التي لم تنصف الشعب الفلسطيني على مدار 76 عاما، ولدينا أقطان من الأوراق في الأراشيف و الموجودة في المؤسسات الدولية وفي الأدراج التي يعلوها الغبار. أستاذ راسم، أيضا هذه الجريمة جاءت بعد إعلان أمريكي مصري قطري لاستئناف المفاوضات من جديد بشأن إيقاف إطلاق النار وعودة الأسرى، ألا ترى أن هذا الرد الصهيوني البشع على مدرسة التابعين هو يعني رد واضح على عدم العودة إلى المفاوضات واستئناف هذه الحرب المدمرة بهذه البشاعة؟ يا سيدي نتنياهو وفريق لا يريد وقفا لإطلاق النار ولا انسحاب شامل قطاع غزة ولا وقف إطلاق نار دائم. نتنياهو يقول بشكل واضح، وبلينكين وغيره الأمريكان همهم الأساسي من القمة الأولى التي نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ راسم عبيدات المتخصص في الشأن الإسرائيلي.